كمان في المؤتمر الصحفي الرئيس قال ان تصفيه القضيه الفلسطينيه امر في غايه الخطوره، لاننا نرى ان ما يحدث في غزه الان ليس فقط حرص اسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، انما محاوله لدفع سكان المدنيين الى اللجوء والهجره الى مصر. اسمحوا لي هنا انا تحدثت مطولا معالي المستشار في هذا الامر، واكدت ان تصفيه القضيه الفلسطينيه امر غايه في الخطوره، وانا هشرح كثيرا في هذا الامر، لان احنا نرى ان ما يحدث في غزه الان هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، انما هو محاوله لدفع السكان المدنيين الى اللجوء والهجره الى مصر. وهنا انا هتكلم بمنتهى الصراحه لكل من يهمه السلام في المنطقه، واهميه ان ده ما نقبلوش كلنا، مش بس في مصر. نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار مسار خيار استراتيجي نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه. أنا بس عايز أقول أن القطاع الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية، وخلال السنوات الماضية مش هقول لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية، ولكن عايز أقول إيه اللي خلى الموضوع وصل لكده؟ هل في أفق؟ هل في دولة فلسطينية كانت خلال 20-30 سنة اللي فاتت نجحنا في أنها تخرج إلى النور رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية اللي تقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ومستعدين أو وطرحنا ده أنها تكون في قوات أممية أو من الناتو أو قوات عربية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني.